رايحة فين كده؟ خارجة. يعني رايحة فين؟ رجلي نملت، قلت انزل مشيهم شوية. بالمنظر ده واللبس اللي عليكي ده؟ فين الروج الموف؟ صدقني انك ما عندكيش ده. انت مش حاسة باللي احنا فيه؟ ما تردي عليا، انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع عربون المحامي. وبعدين التلاجه اللي بتلقه جوه دي فاضيه، هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل، اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. انت كنت بتحبني صح؟ انا عارفه انك كنت بتحبني يا حسن. وانا كنت عايزه نتجوز يبقى عندنا عيال ونفرح زي كل الخلق، مش كده؟ الحسن سابني ومشي يا عسلية، سابني لوحدي ومشي يا عسلية. الله يرحمه يا رب، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسلية. أنا كنت متأكد إن أنا حموت قبل منه، بس أمر الله، أمر الله. وسابني لوحدي، مش عاوز أكمل في الدنيا من غيره يا عسلية. مش في إيدينا، يا ريته كان بإيدينا يابا. الحسن ده كان أحلى حاجة حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجة أعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي إيه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجة، يأكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عامل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنت. لا بالحق يا ابو، مفيش حاجه عن اللي عمله العامله السودا دي؟ مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل بألف جنيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي سابني ومشي. الله يرحمك. ما تعملش في نفسك كده يا ولد. لا حامد. لا وايه، وهو اصلا ما رضيش، وقال له ربنا لو جه هيموته في الحته اللي هو اللي عايزها. اتفضل يا شباب البارع على قصر الشريعه هنا. والله يا صاحبي. الحق صاحبك، شوف رقم العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم السين؟ تخبطني ليه يا سين؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. وعورتني. طب بس حاسب المطوه دي انا ما جيتش جنبك. نازل ايدك يا. طيب 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 خلاص، اهدى بس. طب اهدى بس، اهدى. طيب ايه البنت اللي كانت جنبك دي؟ انا ما كانش جنبي بنات. هسأل السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. اقول لك، اقول لك، اقول لك، دي بنت شاطر جايباها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا.
هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض؟ حاضر. لو شفتك تاني ولا عليا يا حرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر. يلا سيد اخلع ده فكرة من هنا يا اخلع يا اخلع ده كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرى يا بنت؟ قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عندي غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت ليه دايما بتظني فيا السواب؟ يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. قولي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقول لي يا استاذ الحكاية دي هترسى على ايه؟ شاطر قوي يعني انك سمعتني يعني. يا نهار اسود. لو شيخ المحامين ما جيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي. هما يومين هديك نص الفلوس بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه. غير كده مفيش. هات عليا يا فطور ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا اخوي. انا عايز اعيش معاك. ايه اعيش معاك؟ كنت عايزك تبقي حلال. ايه؟ بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب 8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواته؟ عايز. في ايه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي. فتون؟ اه. مالها؟ صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي. هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. شفتها نازلة على اول المنطقة من عربية فخمة. سبتها. دخلت على الواد ثبته، كان هيتصاير مية، عيل فرفور. سألته تعرفها منين يا؟ قال لي ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا رشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. انت ترمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجه يا ونش، خلاص انا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعه الشمال؟ صاحبها خضرا. نهارك اسود يا فتون. انا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولساني. انت اتخبلت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي اذا زودت كلمه كمان. لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله. قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي.
كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش الحسن انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه عندك تبنا الى الله يا اخوي ربنا يديمها عليك نعمه انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوف يا ست المتجوزه علي جوزك محبوس يعني انت واختك امانه في رقبتي اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتور هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده ما كنت دفعت انت المحامي. انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه مالهاش تاني يا فتون لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راجل؟ اه بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبسوطه بيك ودي هتبقى مراتي وده اخر الكلام. سلام. غرفه داهيه جدك القرف.